نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ ونيجي الدنيا دايما ومحدش ضامن الأيام، يا بخت اللي غلب حاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخدين إيه؟ مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفرقكش في ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله حيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل القمر سبحانه بنصور منور ليك، تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتبقى الدنيا ملك ايديك. مفيش حاجة ما بتعديش، حياة عايزك تكون عينادي وكل ما تقوى فيها تعيش. نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي حير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟